الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق. الرئيس السيسي يستقبل رئيس برلمان جمهورية غانا. الرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار القاهرة بعد إنهاء زيارته لمصر. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم رئيس جنوب افريقيا الاسبق تابو مبيكي رئيس آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان، واشاد تابو مبيكي بالدور المصري في دعم جهود صون السلم والامن في افريقيا والذي تعاظم مع رئاستها الحالية للاتحاد الافريقي، مؤكدا اهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسي في ارساء دعائم العمل الافريقي المشترك، اخذا في الاعتبار ان الرئاسة المصرية تأتي خلال مرحلة دقيقة من عمر الاتحاد والتي تشهد تحديات ضخمة. استقبل الرئيس السيسي اليوم رئيس برلمان جمهورية غانا أرمايك أوكواي، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال. وقد نقل الرئيس السيسي تحياته إلى الرئيس الغاني مؤكدا سيادته محورية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والمكانة الخاصة التي تتمتع بها غانا لدى شعب مصر، مشيرا سيادته إلى حرص مصر على تعزيز علاقتها مع غانا خاصة على الصعيد البرلماني والشعبي، أخذا في الاعتبار الدور المحوري الذي تلعبه برلمانات الدول الإفريقية في تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية وكذلك روابط الأخوة والتضامن الإفريقي التي تجمع بين شعوب القارة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع اليوم بمطار القاهرة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة في ختام زيارته لمصر. أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم استهداف محطتي ضخ للبترول في كل من محافظة الدوام ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأكد البيان على تضامن مصر مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في التصدي لكافة المحاولات السعية للنيل من أمن واستقرار المملكة، كما أكد البيان على التنسيق على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المشتركة والتصدي للإرهاب وكافة التهديدات المستهدفة أمنها القومي والأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي. تواصل مبادرة كلنا واحد تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فعالياتها لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين. المزيد في سياق التقرير التالي. نحو مزيد من أسعار مخفضة على السلع الأساسية، تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمرحلتها الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية في الأول من أبريل الماضي، ومن خلالها يتم توفير السلع الاستراتيجية في فروع كبرى السلاسل التجارية بأسعار تقل عن مثيلاتها خارج إطار المبادرة ب30%، ولأنها تخفيضات حقيقية لمسها المواطن، فقد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية من سلع تتسم بجودة عالية، خاصة مع نسائم شهر رمضان المبارك. دي مبادرة كويسة وياريت تستمر، وكل مرة بنيجي نلاقي فيه خصومات كتيرة جدا وحاجة كويسة أرخص من أي حاجة برة. فيها خصم بنسبة 20-30% سكر وزيت متناول في متناول إيد الجميع. مبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء عنهم من منطلق الدور الاجتماعي للوزارة والذي تحرص دائما على تفعيله.